السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة كويسة جدا. الوصفة دي هتنزل معانا الوزن، مهما كان وزنك بإذن الله كفيلة الوصفة دي هتنزل الوزن، هتنزل الدهون العنيدة، هتنزل منطقة البطن اللي دايما بتضايقنا في اللبس، والجوانب والأرداف وكل المناطق اللي احنا دايما بنشتكي منها. خلي بالكم يا جماعه، الوصفه ديت ان شاء الله او الفيديو بتاعنا ده النهارده هيبقى فيه وصفتين اتنين، الوصفتين دولت هيبقى كويسين جدا، يعني الاتنين ان شاء الله هيبقوا احسن من بعض. الوصفه اللي احنا هنعملها دلوقتي دي هتتاخد على ريق، اما الوصفه التانية اللي احنا ان شاء الله هنعملها في اخر الفيديو دي هتبقى بديل العشاء بتاعنا، وفي نفس الوقت برده هتنزل معانا الدهون بطريقه كويسه جدا. يعني مش عايزه اقول لك ان هي كفيله الوحيده ان هي تنزل لك نص كيلو دهون في يوم واحد. بسم الله ونحط لايك للفيديو، عايزاك توصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه علشان بنات كتير وناس كتير تستفيد من الفيديو بتاعنا النهارده. يلا بينا يا بنات نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده هنحضرها ازاي. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين انا معايا اي حاجه هتتحط على النار، عندك كنكه، عندك اي وعيه، بس اهم حاجه يكون حاجه تتحط على النار، تمام؟ طيب اول حاجه معانا في الوصفه بتاعتي اللي هي ايه؟ الكمون. الكمون ده يا جماعة كمون حصى، ده من عند العطار او اي مكان انت بتفضل ان انت تشتري منه كمون هاتيه، بس اهم حاجة يكون كمون عندي يكون كمون حصى. زي ما انت شايفين كده الكمون بيكون متنقي ونضيف علشان احنا هنشرب الوصفة دي. هقول لكم بعد كده هنحط ايه، لان في مكون هيتحط هنا. الكمون كفيل لوحده ان هو هينظف الجسم من السموم، هيخلي بطنك بعد ما كان منتفخ او تحس ان القولون عندك منتفخ، دي هتنزل كل المشاكل ديت، هتنقي الجسم بتاعك من السموم، هتنزل كل المشاكل اللي موجوده في بطننا. يعني في ناس دايما على طول عندها امساك، عندها حاجات، وده بيتهيأ لها ان هي عندها كرش، عندها الحاجات ديت. ده ان شاء الله الكوبايه ديت هتنزل معاك وزن ودهون وهتهدي معاك القولون كمان. بعد كده معايا ليمونه زي ما انتم شايفين كده، ليمونه واحده اللي انا هحتاجها في الوصفه بتاعتي. الليمونه دي انا مش هعصرها، لا انا محتاجه ان انا احطها بقشرها، يعني انا هقطعها كده اهوت، طبعا بكون غسلها كويس قبل ما احطها في الوصفه بتاعتي. هشيل منها البذر بس زي ما انتم شايفين كده. ده كده يا جماعه هقطع الليمون زي ما انتم شايفين اربع كده اهوت اهو، وهنحطه بالشكل ده كده. بعد كده هننزل عليه بالماء المغليه زي ما انتم شايفين كده اهوت. بعد كده هنحطه على النار، بس اهم حاجه زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، دايما اي عشبه انا بعملها لازم بغطي عليها، ليه؟ علشان الزيوت الطياره، تمام؟ فانا دلوقتي هغطي عليها وهحطها كده تغلي حوالي 5 دقائق على النار هاديه خالص، وبعد كده ان شاء الله هرجع لكم تاني. ده كده يا جماعه الوصفه بعد ما غليت معايا سبتها كده على النار تغلي حوالي 5 دقائق. بعد كده هنعمل ايه؟ هنصفيها. هنصفها بالشكل ده كده اهو. طبعا هي غليت بالليمون بكل حاجه، وقلنا يا جماعه احسن حاجه ان احنا هنقفل عليها واحنا بنغلي بالشكل ده كده اهو. ده كده دلوقتي الكوبايه اصبحت ان هي تكون جاهزه معايا للشرب دلوقتي. طب هنشربها امتى؟ ده يا جماعه تشرب على الريق كوبايه الكمون بالليمون المغلي. يعني في ناس كتير بتقوم جايبه كوبايه الليمون بتبدا كوبايه الكمون بتدي لها غلوه كده وبتقوم يدوبك قاعده عصر عليها الليمونه، لا انت لو انت غلتيها بالجلد بتاعها بالقشر بتاعها بكله كده اهوت، ده هيبقى افيد واحسن ليك وهيجيب معاك نتيجه كويس. دوت على الريق قبل ما تاكل اي حاجه تقوم منهم تعمل الكوبايه زي ديت، استمر عليها اسبوع وان شاء الله هتشوفي نتيجه ممتازه ونتيجه سريعه. هقول لكم على حاجه برده تانية يا بنات، المفروض احنا ما نثبتش جسمنا على وصفه معينه او على وصفه واحده، لا نحاول نغير كل كام يوم كده نعمل وصفه من شكل. دي كانت اول وصفه معانا، ده كده دلوقتي هنشيلها على جنب وهنبدا في الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه دي ان شاء الله هتبقى بديل وجبه العشاء. انا عندي علبه زبادي زي ما انتم شايفين كده، اي علبه زبادي عندك او اي نوع علبه زبادي، بس اهم حاجه يكون زبادي منزوع الدسم. ده علبه الزبادي اهيت، انا مش هحط عليها اي حاجه غير هو مكون واحد بس اللي هو فص ثوم، تمام؟ ده يا جماعه فص الثوم اللي انا هحطه على علبه الزبادي بتاعتي. قبل ما اخد علبه الزبادي ديت على العشاء بكون حاطه فص الثوم دوت قبلها بساعه اهو. يعني انا هكون مجهزه الفص الثوم دهوت مخرطاه بالشكل ده كده وحطها على علبه الزبادي واحطه عندي في الثلاجه.
ده كده يا جماعه في الثوم زي ما انتم شايفين انا قطعته على علبه الزبادي بالشكل ده كده. طبعا انت لو انت حابه تكليب الثوم بتاعه مفيش مشكله، هيبقى احسن وافيد كمان. ما انتش حابه هتشيل القطع الثوم دهيت عشان لو هي بتضايقنا ولا حاجه، اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، هسيبها كده اهوت واحطها في الثلاجه. يعني بعد ما اعملها ممكن احطها في الثلاجه او ممكن الجو برد ولا حاجه هسيبها بره واغطي عليها، بس مش هسيبها اي حاجه. تمام، هسيبها حوالي مده ساعه واحده بس، وبعد ساعه هقوم واخده علبه الزبادي ده يا جماعه ان شاء الله هتبقى بديل وجبه العشاء. اللي فص التوم دوت ده هينزل كل الدهون وكل السموم اللي في جسمنا، ده كفيل لوحده ان هو ان شاء الله هينزل كل حاجه، وخلاف كده وكده كمان ان التوم دوت ده بينقي الجسم من السموم. لو انت كلتيه بالشكل ده كده ده هيبقى افيد واحسن. حابه ان انت تشيليه زي ما قلت لكم عادي مفيش مشكله شيليه. ده كده يا جماعه الكوبايه جهزت معايا اهيت، وان شاء الله زي ما قلت لكم ده باذن الله هتبقى بديل وجبه العشاء. مش هناكل اي حاجه، ونحاول ان شاء الله ان احنا نتعشى بدري، يعني نتعشى قبل ما ننام كده بحوالي 3 ساعات على الاقل لو احنا يعني بننوم النوم العادي بتاعنا. ان شاء الله مع الوصفتين اللي احنا عملناهم دولت ده باذن الله كفيل ان هو ينزل من وزنك كل يوم نص كيلو دهون على الاقل. والناس اللي هي دايما الوزن بتاعها بيبقى زاد شويه خدوا بالكم من الدهون الداخليه، كل الناس دايما بتبص للدهون الخارجيه ودهون البطن والجوانب والحاجات ديت وما بتاخدش بالها من نقطه مهمه، الدهون اللي هي بتبقى متراكمه على الاحشاء الداخليه ودي بتبقى اخطر حاجه. فعلشان كده احنا دايما يعني بنحاول ان احنا على الاقل ننزل جسمنا من الدهون الداخليه والخارجيه والحاجات دي كلها. فعلشان كده بقول لكم امشوا على الوصفات، الوصفات دي كويسه جدا ووصفات طبيعيه وبتبقى في نفس الوقت صحيه وبتبقى امنه، يعني ما فيش فيها اي خطوره. عملنا الكوبايه بتاعتنا اللي هي هتتاخد على الصبح على الريق من قبل ما ناكل او قبل ما نشرب، اللي هي كوبايه الكمون المغلي مع الليمون اللي انت شفتها ديت. ده بصراحه لو انت مشيت عليها بس لمده اسبوع ده هتخلي جسمك ما شاء الله كويس جدا، بيحرق الدهون. الكمون يا جماعه ده حاجه كويسه جدا، هتحرق الدهون معاكي وكمان صحيه ومفيده في نفس الوقت لجسمنا. وانا قلت لكم في بدايه الفيديو ان هي يعني ايه بتريح القولون وبتريح المعده وبتشيل الانتفاخات والحاجات دي كلها. اما الكوبايه الثانيه اللي كوبايه الزبادي اللي انتم شايفينها ديت ده هتبقى كويسه جدا جدا برده، هتخليكي وانت مرتاحه وانت نايمه، وفي نفس الوقت الفص الثوم اللي احنا عملناها فيها دي هتنزل كل السموم والدهون اللي في جسمنا. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، لو عجبكم باذن الله ما تنسوش تحطوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.